او عبده الحموي بصفته المتحدث بالمكتب الاعلامي لمعركه الجسد الواحد، هل اعطيتنا فكره عن هذه بشكل عام؟ ما هو الهدف منها وما هي الكتائب والالويه المشاركه واين تتركز تحديدا عملياتها؟ اخي الكريم، بالنسبه لمعركه الجسد الواحد تشارك فيها العديد من الفصائل، الفصائل المشاركة من الجبهة الإسلامية السورية، من حركة أحرار الشام الإسلامية، لواء الحق، هيئة حماية المدنيين، جبهة تحرير سوريا الإسلامية، ألوية صقور الشام، لواء أهل البيت، كتائب الفاروق الإسلامية، لواء أحفاد الرسول، جبهة الأصالة والتنمية، لواء أهل الأثار، جبهة الإخلاص، جبهة أحرار سوريا، والعديد من الفصائل المشاركة أخي الكريمة. نعم. أما بالنسبة للاشتباكات، تدور اشتباكات عنيفة تدور في قرية الشعثة أيضا أختي الكريمة. يحاول الجيش الأسدي إعادة السيطرة على المناطق المحررة، وأثرت الاشتباكات على تدمير عربة بي إم بي وإعطاء الدبابة T-62، واشتباكات عنيفة أيضا مع الجنود من مسافات قريبة. نعم أختي، طبعا هناك شهداء وهناك قتلى من قبل القوات الأسدية، العديد من القتلى. طيب، ما هي نتائج هذه المعركة؟ إن كانت هناك نتائج غير القتلى الذين ذكرتهم، نتائج على الأرض، السيطرة على بعض المواقع مثلا؟ تحرير قرية دليل، تحرير قرية الزهبة، تحرير قرية الشعثة، العديد إن شاء الله، وهناك العديد من المناطق إن شاء الله التي سيتم تحريرها بإذن الله عن قريب بإذن الله. طيب، اعود الى السيد ايضا قريه سوحه، ايضا الحمد لله فضل رب العالمين تم تحريرها ايضا. طيب السيد ابو عبده، هناك معلومات لدينا عن تحرير 6 حواجز، هل هذه المعلومه صحيحه او هل يمكن ان تؤكد لنا هذه المعلومه؟ نعم اختي، بفضل رب العالمين ومنته علينا تم تحرير 6 حواجز. نعم اختي. نعم ابو عدي، من المعروف ان حما وريفها تعد من المناطق المهمه استراتيجيا بالنسبه للنظام ومن الساحل في نفس الوقت، هل يصعب ذلك يا ترى من او يصعب من مهمه الجيش الحر هناك؟ نعم اختي الكريمه، فحما محاصره جميعها بحواجز عسكرية من قبل النظام، وأهمها هي 3 نقاط مرتكزة للنظام، وهي مطار حما العسكري ولواء 47 وجبل زين العابدين. فتعد حما هي منطقة منكوبة من ناحية الحواجز، فبداخل مدينة حما أكثر من 160 حاجز عسكري داخل المدينة يقطع أوصال الأحياء، يعني ما لا يستطيع الإنسان الانتقال من حي إلى حي حتى أن يمر بأكثر من حاجز وأكثر من عقبة أمامه. طيب، ما هي الصعوبات الأخرى التي يعاني منها الجيش الحر في حما سيد حموي؟ أختي الكريمة، الصعوبات هي وجود المدنيين. النظام حينما تقوم كتائب الجيش الحر في مدينة حما، نعم، النظام باستهداف من قبل القصف العشوائي على نفس منطقة الحي أو نفس منطقة التي يقام فيها العملية، لا يستطيع كتائب الجيش الحر الاعتماد بشكل مباشر على المواجهة المباشرة، فهم يعتمدون دائما على أسلوب الكر والفر. نعم، بالنسبة لمطار حماة العسكري، كيف تصف لنا تعامل الجيش الحر معه سيد أبو عبده؟ نعم اختي، يتم دك مطار حما بفضل رب العالمين بصواريخ جراد دائما الحمد لله، وهناك خسائر كبيره للقوات الاحتلال الاسديه. اما اختي كريم، بالنسبه ايضا لزور السوس، ايضا كتيبه هي يتم محاصرتها من قبل الشباب المجاهدين والمقاتلين، ويتم دكها ايضا بقذائف الهاون وصواريخ جراد بفضل الله. نعم أبو عدي، هل تعنيكم كثيرا الوعود التي تعطيها بعض الولايات المتحدة بتسليح الثوار، أم أن المهم لديكم هو ما يجري على الأرض والنتائج التي تصلون إليها؟
أبو عدي هل تسمعني؟ نعم إني أسمعك أسمعك أختي. نعم تفضل. الكلمة بالنسبة للوعود فجميع دول العالم سواء كانت الأوروبية أم العربية تخاذلت مع الشعب السوري، لا يهمنا أي وعد من قبل الدول الأجنبية أو العربية أختي الكريمة، يهمنا ما نعمل وما نفعل على أرض الواقع. فهم وعدونا على مدار سنتين ولم يوفوا بأي وعد من الوعود، فالحالة الإنسانية ما زالت وهي أقل شيء. لا نطلب بالدعم العسكري، نطلب بالدعم الإنساني أن ينظروا ما حال المدنيين وما هو ما هي حال الوضع الإنساني داخل أي مدينة من المدن السورية في الكلمة. طيب دعني أسألك السيد أبو عبد الحموي، سأطرح عليك نفس السؤال، يعني هل يعني يفرق معكم إذا كانت وعود الدول المانحة للسلاح أو وعود الولايات المتحدة الأمريكية لأعطاكم السلاح، هل يعني هناك من شيء مختلف يجري على الأرض بصفة هذه الوعود؟ أو في حالة حدوثها أو عدم حتى حدوث هذه الوعود أو تنفيذها؟ أختي الكريمة، هذه كلها وعود كاذبة، نحن لا نلتفت لها ولا نعطي لها بالها. الحمد لله واعتمادنا على أنفسنا، اعتمادنا على سلاحنا يعني وعلى شعبنا، الحمد لله نقوم بدحر هذا النظام واغتنام منه ومقاتلته بسلاح نفسه الذي قاتلنا به بفضل الله، وبهذا سننتصر، لا بوعود أمريكا ولا بوعود بريطانيا ولا بوعود أي شيء من الدول الغربية. نعم، على أي حال شكرا لك أبو عبد الحموي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمعركة الجسد الواحد، والشكر أيضا لأبو عدي الناطق باسم المجلس العسكري، شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، ألقاكم مع حدث آخر، دمتم في أمان الله.